ايه صح. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا، كيف الحال؟ عساك طيب. طيب ولا عليك لو مكدلش، مش شافك لو مكخير، عساك مرتاح. كيف الحال؟ عساك طيب. طيب ولا عليك لو مكدلش، كيف الحال؟ كيف الحال؟ عساك طيب. طيب ولا عليك لو مكدلش، كيف الحال؟ عساك طيب. طيب ولا عليك لو مكدلش، كيف الحال؟ عساك طيب. طيب ولا عليك لو مكدلش، كيف الحال؟ عساك طيب. ايش حالك؟ طيب ايوه، كيف الحال؟ عساك طيب. طيب ولا عليك لو مكدلش، كيف الحال؟ عساك طيب. طيب ولا عليك لو مكدلش، كيف الحال؟ ارحب يا شيخ، كيف الحال؟ عساك طيب. كيف الحال؟ كيف الحال؟ عساك طيب. طيب ولا عليك لو مكدلش، كيف الحال؟ كيف الحال؟ الله يطول عمرك. عساك طيب. كيف حالك؟ عساك طيب. والله بخير. علوم علوم ابها. ما جبت لنا عصيده، ما ادري عريكه، ما ادري سمن، جبت لنا فاضه الا والله جايب. علومك انت. والله كيف الحال؟ عساك طيب. سدلو شو راح؟ سدلو شو رايح؟ شايف سكر؟ ايوه. والله اذكر ريان ابو حثره كان يقول ايوه. والله 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 والله. بروح اجيب الورقه احطينها بالزاويه، جلسه ريان ابو حثره بحطها هنا. ثاني رقه نومه مهمتا او وصلت فابها انت راح تقول بس بث فاضي بث فاضي بث ما حد قال زين الشعور. ابي هواء ابي هواء. انت على صوت الجمعه ثم الجو. كم تبقى درجه حراره؟ طيب احنا صدق تنامون بدون مكيفات هناك؟ لا انا مستحيل. والله اخوي يقول في ناس في ناس بس انا مستحيل ارقد بدون مكيف. كم تبقى درجه الحراره؟ 22 ها؟ الماري 20 امس قايل لك. رحت بطل اسمه بطل منزلك. ها؟ تشوف الضباب وتشوف الدنيا تحتك. اوه كوب شاهي. يا اخي عندي لك فكره، انا والله ما اسوي مسبح. والله اني صادق. هنا؟ هنا ولا شيء في الدايره دي، ولا شفنا اي حل. احنا نبغى مسبح. انزل من تحت. اخي ما علينا، نسوي مسبح، نجيب اسمنت. تصمر ولا لا؟ والله اني صامر. والله لا نسوي مسبح. وين نسوي؟ في الاخضر ذاك. في الاخضر. لا نسوي موج من محل اطفال. مسبح. سلامات. واحد هالطول ومسبح اطفال. مسبح اطفال كبار كبير. قدام. والله. والله ما تصمر. والله اني صامر. اليوم انت ابراهيم بعد يا هلا والله عشرك يا الحال. شلونك؟ سكت طيب. ايش عنك؟ شنو امورك؟ سكت طيب. شنو عنك؟ كيف امورك؟ سكت طيب. شنو عنك؟ سكت طيب. كيف امورك؟ سكت طيب. شنو عنك؟ سكت طيب. طيب عليك كيف الحال؟ سكت طيب. طيب عليك كيف الحال؟ سكت طيب. لا حق تبها هذه جلسه تبها حطها باسمه ليها عاشقه واشتاقي له. حطها على اللوحه هذيك. خلا بصور معك، بصور مع الايطالي دي. كل حال عاد اصور معك. الايطالي من وين؟ من وادي دواسر. والله ونعم. والله ونعم. ايش تقول لهالستريك؟ هالستريك ايش تقول لهم؟ خليكم تدربون كل يوم تدريب زين. هذا رجل عالي. هذا رجل عالي. عشان ما اعرف احكي عربي. اضحك اضحك. طلع عندك غمازه حلوه هنا شو؟ اما سرق غمازتك. صلوا على محمد. سرق غمازتك والله. صلوا على محمد. اقسم بالله على الوقت. بسم الله عليك. ابي منكم بس ساعتين اربط. لندن وغن. روح روح اربط ساعتين. روح روح. واليوم عاد عندي ابراهيم يا رب نخرج. وحنا وين حنا؟ كلنا احنا كلنا ابراهيم. اليوم المدرب جاء خصم عيال. يلا هادي المدرب جاء خصم. يلا عزمنا عزمنا. انا اسمع ابي ساعتين بس اوقد. رجع غمازتك. طيب ابي ساعتين اوقد. اسمع عندنا ابراهيم اليوم. يعني الله عليك. الله يخرج لنا. عندي عندي روح. لبوا له قلوبهم. مكفي. روح ارقد روح ارقد. اي لاف يو اي لاف. خلاص ولا شيء متناسق. الله ما ازهله.
بيض وجهك يا زين. بس انا احب الفقره، فقره الصور هذه انا احبها صراحه. احب اجي كل يوم اسلم على نفسي وانا صغير، لاني شخص عظيم. انا احب نفسي لاني شخص خرافي، انا اعشق نفسي لاني شخص لا مثيل له. انا احب نفسي لاني الوحيد والابداع والتميز. لا تحبني لا تحبني لا تحبني لا تحبني لا تحبني. وجبناه وحطيناه هنا لان المكان هذا كنت تجلس فيه اكثر شيء. بسم الله علي، وهذا انا. بسم الله يا زين. حجمك ابو ثامر والله من يوم وانت صغير وانت شهم. والله من يوم انت صغير واذانك كبار. اذان صغار هناك قاعد كبار. شوف شوف بس ايش هنا صغار. شوف 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 اذانك شوف اذانك يا كلام كلام. شوفني يا حلو حلو. شوف ذا اللي تحت. شوف الشركه. شوف الشركه ذا مو عندي انا. عايشه جندريه فهمت. شوف سيد علوش. والله ما يصور لك بكيبورد. شوف ايه دب كيبورد. حسن عباس لو سمحت صورني مع نفسي. صورني مع نفسي. ابو مسفر والله محمود اللي جانا موت متعب شوي. ابو عواد وهذا من هذا سيد علوش. شوف وهذا فايز. شوف ابو ثامر وهو صغير. هذا عبد الله العتيبي في ذمتك. اي والله اصدمك. هذا عبد الله اصدمك. هذا عبد الله عبد الواحد محمد مسفر. شوف عبد الواحد هذا عبد الواحد. هذا سلطان يقول سالم جديع. شوفه هذا اللي كان يسرق الكوره ويحج. لا شوف شوف سيف سيف شوف سيف دولا يا رجل. تبي تشوف صوره تقدر تسمعها سالم محمد. لكن ما اقسم هذه صوره في لندن اذكرها. يمكن طالعين على شاطئ الله الله الله. صوره ايش؟ لندن. كنت في لندن. اتمنى يا مخرج تاخذ صوره هنا. اسرع الخبجي. لا وانا هنا هنا سال محمد يقول مقلطكم اللي بالقصيف. هذا بزواج ولد عمي. ارجع شوي احمد دمشي اعتقد. طيب خلفيه زرقاء ليه؟ ها ليه خلفيه زرقاء؟ صدق والله شخصيه بيمينك. شو عقال كبير شو عقال الحين تدري شو يسوي؟ يقول كنت وش احمد الله جات علامات متاثر بالعرض. نجد شامت لابو تركي وخال هاشيخانا واخمرات عشاقها عقبلا مخشومها لبكات نجد العذيات لدموعنا بلها نادي قصرين شوار بقومها. تروح سيدي صوتك انقطع. شوفي ناصر الله ريتي تحت بيضك سيدي سمعا وطاعه سيدي سمعا. ثامر تكفى انت بنفسك زين احبك كثير. إيه؟ طقمك حلو. إيه؟ جميل انيق جمال. ايش طقم بحري حلو جمال. انت بنفسك ترى يحبك. شوف ترى قاعد تناظر وين كنك تناظر هنا. شوف قاعد تناظر هنا. تبين نفسك لبسك حلو جميل من يوم وانت صغير. واذنك غريبه. بسم الله. بس عندي سؤال نايف. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الصوره ما في غمازه ليه؟ ترى ما طلعت الغمازه الا وانا. ايه عرفت؟ من شد انتباهك امس في وانت مراسل المسرحيه؟ الله صراحه إيه؟ الجمهور. الجمهور كان 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 كويس. تجي بالمسرح كان رائع. انا ابغى اجلس مع نفسي. إيه؟ احب ان اكون جالس مع نفسي. ما وين جالس مع نفسي؟ شوفه تبغى تشوف فايز. القريه هذه سببت سلام حياك الله. قلبي قلبي ايش في قلبي يوم. طيب الحين صوره فايز ماك صوره فيها؟ لا الا شوف فايز. ارحب شوف وين فايز؟ صورتك وين؟ تفضل اتحداك. ابشر بسعدك. هذا ابشر بسعدك. ابشر بسعدك. ما في ايش رايك؟ صدق ربك والله ربك عمري. ايش رايك فيك؟ والله موسيقى. يا ونواني انا مساعد الحربي. يا ونواني كلكم ومسفكم. جيبوا المختلف. جيبوه ابو ثامر. انت من نفسك ها؟ ونواني جاك احد شيء ولا شيء تصير؟ كلمة ذوتكم ذا. لا هذا كان ذا هنا وقته كنت شريك. ونواني مصغرني. ايش كنت غير هذا؟ هذه يوم اقدم المدرسة. وهذيك؟ هذه يوم كنت في لندن. يا اخي شكو انتم مصدقين يا عيال؟ شو ناصر لك؟ هذه صورتها في لندن. اي لا هذه يقول في جورج واضح بالاستارة.
لا هذه بالديره هذه صوره تقدر تسمعها هذه بالوادي هذه ما تقدر هذه بالوادي ليه هذه بالوادي هذا تيست تيست تعرف التيست شمر زام لو انه مزك هذا اللي يقول شقه الفرينه شقه الفرينه لا شوف ذا يا اخي هنا ايش بعرف مقطع قديم يقول هذا تيست تيست تدرون من اجملكم عبد الله العتيبي والله اني انا هذا عبد الله اقسم بالله اني اجملهم يا عيال حرام عليكم لا شوف اي والله لو انك انا شوف 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 كم هذا من هذا فيصل من ذا هذا سيد اللوش كان يبكي حتى هو صغير يبكي شوف محمد الشر شوف باقي شرطين القريه ما عندهم على ابو سلطان اخوه القريه يوم شر شوفها لا تقول لي دام ناحي تكفى عزبي حلاق تحداك حلاقين اللي يجون تحداك الدب على الصوره اللي على اليسار اللي على اليمين على اليمين اليمين الصوره ما شاء الله مزينة النفذه ما شاء الله بسم الله بسم الله تبارك الله ما شاء الله لو تكسر بيقول فيصل خصم ايه منور الدنيا ما شاء الله تبارك الله يمكن منور الدنيا 200 سنتي ما شاء الله عندي سؤال سلطان اجي يفصل ثوب يا اخي العامل ما يتعب سوي كذا ولا لا عندي سؤال لا عندي سؤال بالصوره ها الحين مناح يسلم عليه هو ينظر لمن يمكن لا اذا جاء لا لازم نساله بس ما يمديك تساله لا لا هو يطالع هذه الصوره مصورين داخل وين في الجدار الله الصوره صوره صراحه ما يمديك تقول شيء هذا حلاق هندي وماجي السعودي لا هذا حلاق ايوه ما في شوف 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 تركي تركي يشبه ركان كالصوره دي لكن كلهم ما شاء الله شوف الصوره اللي فوق الله هذه عشقتها محمد مساعد فيصل جبلين حشر سيف الله يبون ناصر الغامدي شنار شنار اخ يا شنار اخ 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 شو اسمه نايف اليامي يا اخي والله ذكريات ما باقي ما باقي عبد الله الحربي وين عبد الله الحربي لبى بودي محمد مساعد لبي ابو مساعد الله يبارك والله نضحك ظلي وين اشوف فيصل الدبالي كان اللي يقول لبي ابو الماء كان اللي يقول والله يا عيال ان القريه صارت ذكريات هذه شوف عشان التاريخ حاطينها التقطت هذه الصوره في مساء اول شهر صفر 9/2 ان تجمعنا على العز والطاعه ان تجمعنا على العز والطاعه اليوم كم التاريخ فيصل يا اخوان شوفه شوفه حصريات ايش الصور يلا في نار صوت يعني تريمر هنا 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 اخو الحره هنا هنا ايه قطع شو شوف هنا اخو الحره طيب اخو الحره وكان اللي يقول لبه خلاص يا حبيبي وكان اللي يقول خلاص يا حبيبي خلاص هك تريمر سيف الاكلبي خلي شوف نسيت دقيقة دقيقة داخل 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 هنا أبو سلطان سيف الأكلبي الله لا لا هنا هنا رجل ليه إيش في من بعد حشر أبو حمد خلاص كزرتها أنا وين صرت يا رب وين فيصل فيصل حازم فيصل حازم لب أبو حازم هذا فيصل حازم وهذه بعد ثانية فيصل هذا فيصل وفيصل فيصل استنى اللي يقول تجمعنا على الطاعة ونجرق الجرى وساعد لكن أهم شخص أوه شوف أوه هذه إذا ما زومت بينخصم من راتبك إيه إيه انتبه 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 تقول شيء تقول شيء إيش حركة كاملة تقول شيء ما أسمعك تقول شيء لا في شيء تقول شيء المن وين تم تم أنا بثبت صوت الناحية ذي يا أخوي بلشت فيها جايينك اليوم ماني قادر ماني قادر ماني قادر ماني قادر حط تركي ثقيل واحده بس يا عيال ابو لبوش تبقى ذكريات الله يجمع الشاعر المختلط الله يا وقت مضى لو هو بدينا ما يروح والله يا عمري قضى عندي ذبح حلو بين الاماني والجروح
قولوا لجدران البيوت كنا حبايب وكسرى واليوم فهمت واليوم مال الحب يعني محمره شيء هذا نجي بالوحده تركيز في اللي ما قلت انت واجد هذا تكفي بس باقي ذي التقطت هذه الصوره في عام هذه حطها كذا خلاص هو خلاص الحين هذه كذا ماني قادر اذا ما تقول لك فكر فكر بس ما تعرف تفكر التقطت هذه الصوره في مساء اول شهر صفر بتاريخ 9/2 يا الله العافيه احنا كم هذا قبل شهر 9/2 أقايد الريم وش حالك وش حال حال الهوى وياك حال حال الهوى وياك باقي هوانا على بالك ولا الناس يا أخوي أنا تصدق شني ذال منه ذال من هالداج